السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وصديقاتي طلاب الصف الأول الابتدائي، أهلا بكم يا حبايبي. خدنا مع بعض المرة اللي فاتت درس اسمه إيه؟ ضمائر المتكلم. ضمائر المتكلم اتفقنا إن هما أنا ونحن. أنا كنت بستخدمها للمفرد ونحن للجمع، فكنت بقول أنا ألعب، أنا أشرب، أنا أكل. بتكلم عن نفسي يبقى بقول أنا، إنما نحن بقول إيه؟ نحن نلعب، نحن نشرب، نحن نمشي، نحن نجري. يبقى إحنا اتفقنا إن ضمائر المتكلم كنت بستخدمها أنا ونحن عشان أتكلم عن نفسي، يا إما بتكلم عن نفسي لوحدي يا إما بتكلم عن نفسي وسط مجموعة. النهاردة هناخد مع بعض درس جديد اسمه ضمائر المخاطب. من الاسم كده يا ميس، ضمائر المخاطب دي يبقى أنا بستخدمها عشان أتكلم مع حد قدامي. يبقى الخطاب معناه كلام. الخطاب معناه كلام. أنا أخاطبك يا صديقي، يعني أنا أكلمك يا صديقي. تعالوا نقرأ التعريف بتاع ضمير المخاطب. هو ضمير يستخدم عندما نوجه كلامنا إلى شخص أمامنا. نعيد تاني مع بعض. هو ضمير يستخدم عندما نوجه كلامنا إلى شخص أمامنا. يبقى أنا بستخدمه ما بكون عايز أتكلم مع شخص قدامي، واقف قدامي. تعالوا نشوف أول حاجة. أنت. اللي قدامي دي صورة ولد. ولد يعني مفرد. ولد واحد. مفرد إيه؟ مذكر ولا مؤنث؟ مفرد مذكر. يبقى أنا بستخدم أنت للمفرد المذكر. أنت للمفرد الإيه؟ المذكر. أنت بستخدمها الإيه؟ للمفرد المذكر. عندي حاجة تانية. أنت. اللي قدامنا دي صورة بنوتة. البنت ديت مؤنث ولا مذكر؟ البنت دي يعني مؤنث. ومفرد واحد ولا جمع كتير؟ مفرد. يبقى أنت بنت، أنت ولد. يبقى نراجع مع بعض كده. ضمائر المخاطب إيه؟ أنت وأنت. ضمائر المخاطب إيه؟ أنت وأنت. أنت بستخدمها للإيه؟ للمفرد المذكر. أنت بستخدمها للإيه؟ للمفرد المذكر. أنت للمفردة المؤنثة. أنت بستخدمها للإيه؟ للمفردة المؤنثة. أيوة كده، قولوا ورايا. تعالوا مع بعض. أنت، أنت. تعالوا نشوف كده أول مثال. أنت تلميذ. إحنا اتفقنا مع بعض إن تلميذ ديت مفرد مذكر. طب أنا لو عايزة أقول للبنت ديت، ينفع أقول لها أنت تلميذ؟ لا، مش هينفع. إحنا قلنا البنت هحط لها أنت. طب تلميذ مش هتنفع، حطيت لها تاء مربوطة عشان تكون مؤنثة. يبقى أنا لما عاوز أحول المذكر لمؤنث لازم أضيف في الآخر تاء مربوطة. المثال الثاني، أنت طبيب. لو عايزة أقول بقى المثال دوت على البنت، ينفع أقول أنت طبيب؟ لا، ما ينفعش أقول أنت طبيب. أنت طبيبة. أضفت في الآخر تاء مربوطة عشان أحول المذكر إلى مؤنث. المثال الثالث، أنت ولد. أنت بنت. تعالوا معايا كده نشوف الأسئلة يا سنة أولى. ضع أنت أو أنت. طبيب ماهر. الطبيب دوت مذكر يا ميس ولا مؤنث؟ الطبيب مذكر. طب الطبيب ده مفرد ولا جمع؟ مفرد. يبقى طالما مفرد مذكر هاخد له شطور. انت. المثال الثاني، تلميذه مهذبه. وقلنا يعني ايه كلمه مهذبه؟ كلمه مهذبه معناها مؤدبه. تلميذه ديت مفرد ولا جمع؟ مفرد. مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. يبقى هستخدم للمفردة المؤنثة صح أنت. المثال الثالث، فلاح
نشيط فلاح دوت، مفرد ولا جمع، مذكر ولا مؤنث؟ صح، اجابتك صحيحه، مفرد مذكر. يبقى هستخدم له ايه؟ انت، انت فلاح نشيط. المثال الرابع، فتاه متعاونه. فتاه مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث، اخرها تاء مربوطه، فتاه يعني بنت. فتاه متعاونه، هاخد لها ايه؟ انت، انت فتاه متعاونه. مهندس بارع، مهندس مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. مفرد ولا جمع؟ صح، مفرد. طالما مهندس بارع مفرد مذكر، اخد له ايه؟ انت، انت مهندس بارع. بنت جميله، بنت دي عارفه معروفه طبعا، مؤنث ومفرد ولا جمع؟ مفرد، يبقى انت بنت جميله. نراجع مع بعض كده، ضمائر المخاطب قلنا ايه؟ انت وانت. انت بستخدمها للمفرد المذكر، وانت بستخدمها للمفرده المؤنثه. قولوا تاني ورايا، ضمائر المخاطب انت وانت، انت للمفرد المذكر وانت للمفرده المؤنثه. تعالوا معايا بقى لدرس جديد صغير خالص ومش هياخد مننا وقت، اسمه كيف تضع سؤالا. كيف تضع سؤالا؟ مش فاهمين يميس يعني ايه. بيقول لي انا لما اكون عايز اسال حد سؤال هساله له ازاي؟ مش هينفع اقول له انت بتعمل ايه او انت رايح فين، لازم اساله له بصيغه معينه. عشان اساله لازم احط في الاول اداه استفهام. ايه اداه الاستفهام دي؟ حاجه لازم احطها في اول السؤال بتاعي عشان السؤال بتاعي يكون منظم وشكله حلو. تعالوا نشوف اول اداه معايا، ما. بيقول لي ما تسأل عن غير العاقل ويأتي بعدها اسم. تعالوا نفتكر مع بعض كده، فاكرين العاقل وغير العاقل؟ غير العاقل قلنا اللي ما عندوش ايه؟ عقل، زي القلم والكتاب والباب. يبقى انا لما احب اسأل عن حاجة ما عندهاش عقل غير عاقل اسأل عنها بما. تاني اداة، من تسأل عن العاقل. من؟ مين العاقل؟ الإنسان. أما أكون عايز أسأل عن أي إنسان أقول من. تالت أداة، أين تسأل عن المكان. يبقى أنا أما أكون عايز أسأل عن مكان أقول أين، أين تذهب، أين تعيش، أين تسكن. آخر أداة، هل. بيقول لي إيه؟ هل تسأل عن مضمون الجملة ونجيب عنها بنعم أو لا. يبقى هل ديت بسأل عنها بسؤال الإجابة بتاعته لازم تكون بنعم أو لا. أنا لو قدامي بنتي دلوقتي وقلت لها إيه؟ هل أنت ولد؟ هتقول لي إيه؟ لا أنا بنت. طب لو قدامي بنت وسألتها هل أنت بنت؟ هتقول لي إيه؟ نعم أنا بنت. يبقى هل الإجابة بتاعتها دايما لازم تكون بنعم أو لا. نراجع مع بعض تاني، أدوات الاستفهام هي إيه؟ ما بسأل بيها عن غير العاقل، من بسأل بيها عن العاقل، أي بسأل بيها عن المكان، هل بسأل بيها سؤال إجابته تكون بنعم أو لا. نسمعهم بقى أدوات الاستفهام، ما، من، أين، هل. ما، من، أين، هل. يلا سمعهم تاني، ما، من، أين، هل. ما بسأل بيها عن إيه؟ غير العاقل. طب من بسأل بيها عن العاقل، أين بسأل بيها عن إيه؟ عن المكان. طب هل إجابة السؤال تكون بنعم أو لا؟ تعالوا ننتقل مع بعض للأمثلة. أول حاجة ديت صورة إيه؟ صورة قلم. اتفقنا مع بعض القلم ده عاقل ولا غير عاقل؟ القلم ده يميس ما عندوش عقل يبقى غير عاقل. طالما غير عاقل هسأل عنه بإيه؟ احنا قلنا الأداة افتكر معايا اللي بسأل بيها عن غير العاقل كانت ما، فهقول ايه؟ ما. طب والقلم ده يا ميس عايزين نحط له اسم إشارة،
احنا اتفقنا ان اسماء الاشاره كنت بقول ايه للمفرد المذكر هذا، يبقى هقول ايه؟ ما هذا. واخر السؤال لازم احط علامه استفهام، العلامه اللي انتوا شايفينها دي اسمها علامه ايه؟ استفهام، لازم احطها في اخر اي سؤال. ما هذا؟ الاجابه هتكون هذا ايه؟ قلم. احسنتم. الصوره الثانيه صوره ايه؟ طبيبه. نتفق مع بعض قبل ما نسال عن الطبيبه دي، الطبيبه دي مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. مفرد ولا جمع؟ طبيبه واحده يبقى مفرد. طب الطبيبه دي عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل يا ميس، عندها عقل. يبقى انا لما اجي اسال عنها بدات استفهام استخدم ايه؟ افتكر معايا لسه واخدينهم صح، من. طب من وهنحط لها اسم اشاره، الطبيبه ديت قلنا مؤنث، يبقى هاخد لها هذا ولا هذه؟ هذه. يبقى اقول ايه؟ من هذه. الاجابه عليها هتكون هذه طبيبه. الصوره اللي قدامي دي صوره ايه؟ صوره مدرسه. لو انا عايزه اسالك انت بتروح فين، بس هسالها لك باداه استفهام. احنا اتفقنا ان اداه الاستفهام اللي بسال بيها عن المكان هي اين، فاقول ايه؟ اين تذهب. الاجابه عليها هتكون الى المدرسه. احسن. اخر صوره عندي بيقول لي ايه؟ هل هذا طبيب؟ انتوا شايفين قدامكم ايه؟ صوره ايه؟ طبيب. الاجابه على هل اتفقنا ان هي هتكون بايه؟ بنعم او لا. هل هذا طبيب؟ نعم. تعالوا نشوف مع بعض الاسئله، اقرا السؤال ثم اجب. الصوره اللي قدامنا ديت صوره ايه يا اولاد؟ صوره اطفال هم بيلعبوا في الحديقه بتاعتهم. تعالوا نشوف السؤال الاول، من يلعب؟ من يلعب؟ مين اللي بيلعب قدامنا؟ الإجابة هتكون إيه؟ الأطفال. شطور. تاني سؤال بيقول لي أين يلعب الأطفال؟ إحنا شايفينهم بيلعبوا فين؟ صح، إجابتك صحيحة، في الحديقة. السؤال الثالث، هل يلعب الأطفال في البيت؟ إحنا شايفينهم بيلعبوا في البيت؟ لا يا ميس، لسه مجاوبينها في السؤال اللي قبليها. لا، عشان هم بيلعبوا فين؟ في الحديقة. يبقى نراجع مع بعض أدوات الاستفهام. أول حاجة ما بسأل بيها عن إيه؟ أيوة صح، عن غير العاقل. يبقى ما بسأل بيها عن غير العاقل، من بسأل بيها عن العاقل صح. تالت حاجة أين؟ أين بسأل بيها عن المكان. أين بسأل بيها عن إيه؟ عن المكان. آخر حاجة هل، اتفقنا إن هل السؤال بتاعها بيكون إجابته بنعم أو لا. عيد معايا تاني أدوات الاستفهام، ما، من، هل، أين. تاني معايا، ما، من، هل، أين. أدوات الاستفهام آخر مرة، ما، من، هل، أين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى الدرس بتاعنا، وإن شاء الله نتقابل في الدرس الجاي.